انا من الدار، انا بين نتزوج زوجوني من الاخر. كان يجيك واحد تقبل تعرس بتونسي؟ والله مانيش عارف. شوفي وك شنو المواصفات اللي باش تقبل بها رجل احلامي؟ رجل احلامي لازم يكون طويل عليا شويه. نبداو بالفيزيك. نبداو بالفيزيك، طويل عليا شويه. يسلمك. قداش عندك لهنا في تونس؟ عندي متى جينا البارح. جيتوا البارح، مرحبا بيك. يسلمك، بصح كتلتني طريق. كتلتني كيفاش؟ كتلتني طريق، تزيري يفهموني. طريق طويلة. طويلة واه بزاف. طويلة، تعبتوا بسخانة ومتعبتوا. كلش غالي عندكم هنا، علاش؟ كلش غالي الزهر. عندي دابا تزيري جاي دير السياحة في تونس. اوا بنتي كون جيتي للمغرب، على الله كون جيتي للمغرب. دابا تونس جاتك غالية، نورمالمون المغاربة اللي ناس عاديين كيمشيو يصيفوا في تونس، ونتي جيتي من الجزائر تونس جاتك غالية. وعجبة الدنيا غالية هنا. ايه بزاف بارابور للجزائر، معناها الجزائر رخيصة. شوية واه بارابور ليكم. امر الله. يعني الا درنا مقارنة ما بين سياحة في المغرب والجزائر وتونس، نبغي الاخوان اللي كيتفرجوا في الفيديو هنا بلاصه غاليه، واش المغرب ولا الجزائر وتونس؟ المهم على حسب رايي، ربما ما عرفتش، كنظن بان المغرب. نتمنى يكونوا شي اراء. بعد زير يعني مادام جات من الجزائر لتونس جات غاليه، يعني راه تونس غلى من الجزائر لما كانت طالقه. الله تقبل تعرس بتونسي؟ والله مانيش عارف. شوفي وك شنو المواصفات اللي باش تقبل بها رجل احلامي؟ رجل احلامي لازم يكون طويل عليا شويه. نبداو بالفيزيك. نبداو بالفيزيك، طويل عليا شويه. مدحدح عليا باش كنا مدحدحاك شايفه. مدحدح. زيد واش تاني؟ يكون حلو، قلبه حلو، كلش حلو فيه. يبدا عنده لحية. ما يهمنيش الزين. انا اطول منك واسمن منك. المهم شويه طويل عليا وسمين مدحدح. ايوه مدحدح كيما انا مدحدحه. زيدي واش ثاني؟ اهي شنو مواصفات اخرى؟ كتبيعها كيفاش تحبوا؟ أنا نحب يكون اوفر، يكون ناس ملاح. اوبن مايند. اوبن مايند ياس. تلبس اللي تحب، تخرج وين تحب. نلبس اللي نحب، وحنا ما عندناش هذي تاع تلبس اللي تحب وتخرج كيما تحب. ماني حذار مغيار. بيان سور راجل بلا غيره كاع ماشي راجل. كي نلبس اللي نحب، وحنا ما عندناش هذي تاع تلبس اللي تحب وتخرج كيما تحب. ماني حذار مغيار. بيان سور راجل بلا غيره كاع ماشي راجل. وي متفق معاك، الراجل ما كيغيرش ماشي راجل. اللي ما يغيرش عليك ما يبغيكش. برافو. نيشان كتبان لكم انتم. ايوا زين. ماديا كيفاش يكون؟ شوفي والله واحد ما يكرهش الخير. ماذا بيا يكون عنده دراهم ملياردير وكاع بصح. ما يكرهش الخير اما ملياردير. اي قلت لك واحد ما يكرهش الخير، زعما لو كان يجيني واحد ملياردير ولا نقبل به. بصح اللي ما يجيش ملياردير. اي نقبل به عادي، انا نخدم وهو يخدم ونديروا اليد في اليد ونتزوجوا. ما قلتيش عادي. دم الدنيا. بصح معليش لا جاني واحد عنده دراهم ما نقولش لا. انت تحب ملياردير؟ لا لا لا. يجيك ملياردير ويبدا ما فيه ماهوش طويل. ملياردير يكون يبغيني شويه ماشي ما يبغيني. يبدا مش طويل. مع نسا برا. يبدا مش طويل ويبدا مش حلو. لا لا لا. عنده الفلوس وما هو فيزيكو. لازم يكون شويه طويل عليا شويه. اطول شويه.
يكون ملاح قلبه حلو ناس ملاح والدراهم امرهم مش مهم مش معليش لكن نخدموا انا وياه ونديروا اليد في اليد ونبنوا الدار انا باين نتزوج زوجوني من الاخر. كان يجيك واحد تونسي وصاي قررتوا باش تعرسوا وين تسكن زير ولا تونس؟ انا تحيه الجزائر انا باين ديت زيري ولد بلادي ما كذبش عليك. جينا للحقيقه دا. ها الحقيقه التامه هذه ضروري ولد بلادي خير يفهمني نفهمه عندنا ميم مونتاليتي ولا ميم عادات والتقاليد التونسي ما نقولش لا حنا انا خواخه ما كان ماكمش تبغونا هاد اليامات علاش؟ علاش كون ما بغاكمش كي تجيو لهنا؟ مش باغينا كاع هاد اليامات ما فهمتش علاش؟ كيفاش تجيو لهنا معنا ما يقبلكمش العباد؟ مانيش عارف المعامله تبدلت شويه. وين المعامله خايبه شفتوا؟ شويه بارتو شويه. في الشارع العباد ما هكا هكا هو تخزلكمش بالكدا معناها كده. شويه واحد تزيريه يعني كي يشوفوا تزيريه يزيدوا في البري في لي زوتيل السيرفيس تما كي يشوفوا تزيريه ما يعاملوهمش بيان ما فهمتش علاش اون توليكا هاد الغلطه شغل يقول لك طوماطيس خامجه تخمش كاع الصندوق فهمتي سما معليش رانا المهم حنا خاوه خاوه ومادا بيكم راني شحال الكاميرا هذه هي عاملونا بيان حنا نبغوكم وانتم تبغونا مرحبا بينا عندكم وكل عام نجوا عندكم. كي تجي لتونس بيكم عندنا كي تجي لتونس اول بلاصه تمشي لها شنو؟ كي نجي لتونس بون انا جيت لتونس اول مره تونس. البارح اول ما وصلت وين مشيت؟ سوسه. مشيت لتونس سوسه؟ سوسه نعرفها سوسه معناها حكيوا لك عليها مشيت كديستيناسيون منين جيت؟ والله حكمتني قنطه في الجزائر في الليل قررت باش نجي لتونس جيت لتونس ومرحبا بيا عندك مرحبا شتاش القنطه في تونس ما لقاش بها الدار المهم جا المغرب شويه دورين في المغرب شويه وقارني ما بين تونس والمغرب وشوف بلدان المغاربيه والعربيه راه كلشي عشيق فهمتيني كتبقى ديك الحزازات السياسيه هي اللي شويه ايوا نتمنوا خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.